سائل يقول: قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كيف تكون خاشعة ومع ذلك فهي في النار؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: إن الخشوع في الدنيا يختلف عن الخشوع في الآخرة، فالذي يخشع لربه في الدنيا يؤمنه الله عز وجل في الآخرة، أما الذي لا يخشع لله في الدنيا ويخشع يوم القيامة من شدة الخوف فهذا كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، يوم القيامة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالخشوع هنا لم يكن خشوعا في الدنيا، إنما هو خشوع يوم القيامة، والله أعلم.